أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: هل القراءة في الكتب التي توضح ما حصل من الفتن بين الصحابة مثل كتاب العواصم من القواصم لا حرج فيه؟ العواصم من القواصم هذه رد من أبي بكر بن العربي رحمه الله على الشيعة، فالقراءة فيها طيبة لأنه يرد على شبهاتهم ويدحض مفترياتهم. كذلك القراءة في منهاج السنة النبوية شيخ الإسلام بن تيمية، هذا يحصن الإنسان من شبهاتهم. إنما الذي يقرأ كتبهم هم الخاصة بهم، هذا هو اللي يخشى عليه، أما الذي يقرأ الرد عليهم فهذا من التحصين. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.